اللي هو هتبقى عامله ازاي بقى؟ ال اف تي بس الاكشوال بقى نفس المعادله بس هنعدلها بمين؟ هنعدلها بالدلتا تي، فهتبقى واحد وربع بدل تي هتبقى تي ناقص دلتا تي سالب نص زائد 0.311. نفس المعادله ولا مش نفس المعادله؟ بس الدلتا تي بقى دي بالنسبه لنا رقم معلوم، هنشيله ونحط كام؟ 46 يا دلتا تي 46 ماشي؟ فانت بالنسبه لك كده المعادله دي تقدر ترسم منها مين؟ تجيب شويه نقط وتلاقي نفسك رسمت مين؟ رسمت الاكشوال شكله عامل كده، صح ولا مش صح؟ طب حد بقى من الناس الذكيه بقى او العاديه يعني، لو انت دخلت هنا الكيرف بتاع معاليك بالاي ار الاريجيشن ريت هتخبط هنا تلاقي دي مين؟ تخبط هنا تلاقي دي مين؟ بس كده يبقى انت كده ماشي صح. هو ده الرسمه اللي انت عايز توصل لها في الاخر. حد عنده مشكله؟ طيب يبقى احنا بص خلي بالك كده عملنا بلوت اللي هو مطلوب الاولاني، وفي نفس الوقت لو جيت تبص هتلاقي نفسك حسبت مين؟ نفس المطلوب الاولاني التي نوت والايه؟ والتي ستار. تعالى بقى نبص على المطلوب الثاني. المطلوب الثاني بقى انت معاك معادلات، بيقول لك عايزك تعوض المعادلات، انت مجرد ما جبت المعادله خلاص بقت زي السؤال اللي فات، عايزك تجيب الاف سمول والران اوف ريت عند تايم بكام؟ باربع ساعات، فتعالى يا عم نعوض، انت فين الاف سمول؟ باشمهندس انا عاوز الاكشن ولا الثيوريتيكال؟ اكشن. ما دام ما حددش احنا عشان بنشتغل على ايه؟ بنشتغل على الاكشن. يبقى انا هقول له ان الاف عند تي بيساوي اربع ساعات اهي واحد وربع في اربع ساعات ناقص 46 نص سالب نص زائد 0.311 تطلع بكام يا شباب؟ طلعت كام؟ 0.975 بالظبط سنتي لكل ساعة. حد عنده مشكلة؟ طب هسألك بقى سؤال بقى، أنت دلوقتي كنت بتعمل اريجيشن ريت بريت كام؟ اللي احنا لسه حاسبينه من شوية، الاريجيشن ريت كان كام؟ 2 2 اللي هو جبناها من 2 دي؟ قسمنا ال 12 على 6، ده ثابت ولا بنغير؟ يعني عند أي زمن هيفضل الاريجيشن ريت 2 سنتي لكل ساعة، منطقي الأرقام دي ولا مش منطقية؟ منطقي منطقي انت بتروي 2 سم يعني لو حد كان طلع معاه الاف دي ب 2.5 مش عارف بقى هو جاي من ورا المساله بيزود ميه انا مش عارف فانت ساعتها هتحس ان في حاجه غلط لازم ان انت الري كل الميه اللي بتتحط 2 فالانفلتريشن اللي هو الارض الريت بتاع الانفلتريشن هيبقى كام؟ 0.975 هيبقى اقل من 2 يبقى لو حضرتك بقول لك بقى الران اوف ريت هيبقى هو مين؟ هو الفرق ما بينهم هو ال 2 ناقص 0.975 فيبقى 1.25 من 1000 سنتي لكل ساعة يبقى ده الران اوف ريت بس الران اوف ريت ده عند زمن كام؟ بالظبط عند تايم بيساوي 4 الانفلتريشن ريت ده عند زمن كام؟ تايم بيساوي 4 حد عنده مشكلة؟ أقل قيمة للإف سمول تبقى مين؟ هتبقى الاف سي برضه. اللي هو انت تتخيل بقى ان ده كبر جدا فدي هتبقى مين؟ هتبقى الاف سي برضه. حد عنده مشكله لحد دلوقتي؟ نمسح الكلام ده؟ حد عايز ده؟ بيقول له انا عاوز التايم هو كده بيسال عن ايه؟ بيسال عن تايم هو في العادي بيديك التايم المره دي بقى عايز التايم اللي هيحصل عنده نص الايه؟ نص الران اوف. يعني ايه نص الران اوف؟ ايه؟ مش حاسس بقى ايه بقى لما اقول لك نص الران اوف، الران اوف ده بشكل عام كده ناقصه بيه دبس ولا ريت؟ ما دام بكلمك عن حاجه بقول لك الفواقد الران اوف الفواقد السطحيه قد ايه؟ ماليش الريت، الريت ده معدل بيتغير، انا لما اسالك عن الران اوف واسكت اكيد اقصد الدبس. تمام؟ فخلينا بقى نكمل دلوقتي، انا بقول لك هيحصل نص الران اوف، انا عايز الناس خيالها يبقى واسع شويه، لو الران اوف ريت ده ريت ثابت. لو الران اوف ريت ثابت في خلال 6 ساعات حصل رقم اوف قد ايه؟ هو فين؟ اللي هو واحد تقريبا تمام؟ هو ده كان في خلال كام؟ لا ده في خلال 4 ساعات كلام بيقول لو في خلال الست ساعات لان هنا بيقول لك التوتال ايه؟
دي؟ تعال نحسبه. تعال نحسبه، التوتال ران اوف يبقى هنشتغل على مين؟ على الست ساعات، يبقى هتجيب لي الاف عند تي بتساوي 6 اللي هي هتساوي كام؟ كان ممكن حد يحسبها بسهولة، يحسبها بسهولة ازاي؟ لا بس هو هنا مش مديك ال مش بتجيب الاف كام؟ احنا عايزين اف سمول ولا اف كابيتال الأول؟ كابيتال عشان الست ساعات كابيتال أول عايز الاف كابيتال لأن هو بيكلمني عن الدبس، ما دام هو عاوز الران اوف انا واحد بعرف احسب الران اوف؟ لا انا بحسب مين؟ الانفلتريشن هو اطرحه من الاي دي كروس هيجيب الران اوف، فبالتالي لو هو عاوز ده ديبس يبقى لازم احسب له ده ايه؟ ديبس برضه. طيب يبقى الاف كابيتال عند 6 اللي هو بيساوي كام؟ 8 كان جيفن بالنسبه لنا اهو ب 8 مش هتخش انت لو دخلت في المعادله هتحسب له هيطلع معاك بكام؟ هيطلع ب 8 طبعا، انت جبت الثوابت اللي تحقق الشرط ده، فبالتالي انت ممكن من هنا على طول كنت اصلا بادئ من ان الاف عند تايم ب 6 بتساوي 8 مش هنطلع من 8 انا مش طالع هديلتا تي وانا ايوه صح 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 لا ليه؟ استنى بس اعوض كده لا هو بيتكلم صح الاف كابيتال احنا لما هنعوض هنعوض في انهي اف؟ هنعوض في الثيوريتيكال ولا في الاكشوال؟ في الاكشوال طب تعالى نعوض في الاكشوال صح المفروض لما بنشتغل الثيوريتيكال اللي هو جايب بالنسبه لنا مش ده اللي احنا نشتغل عليه هتشتغل اثنين في الايه